بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبايب بإذن الله بصور لكم من محل لفتة. محل لفتة يعني يحتوي على بساتين سهرات حبايبي وتنانير وبلايز. اليوم حنركز على بساتين السهرة. محل لفتة مكة المكرمة العتيبية شارع الأندلس. طيب يا حبايبي ابتدئ من هذا الفستان. شو هذا الفستان؟ من قماش التفتة متسع من الأسفل. تعال نقترب منه وشوف تفاصيله. قصة من الوسط يا حبايبي وكسرات كالونات تدي اتساع أكبر في الفستان. عندنا حبايبي الصدر زي ما انتوا شايفين هذه القصة درابيه. كمان هذه الحركة بدل الأكمام تغطي على الأكتاف. شوفوا التطريز، تطريز بالكريستالات والخارز المكسر الصغير. هذا مش حزام يا حبايبي، هذه قطعة قصة يعني ومطرز عليها. ايش رايكم في التطريز؟ طرز ايضا نفس التطريز على هذه القطع اللي تغطي الاكتاف. هنا يا حبايبي هذا الموديل متوفر بهذا اللون فقط. هو تقريبا بترولي. المقاسات من سمول ميديوم لارج. خلاص يا حبايبي هذه المقاسات. السعر 250 ريال، السعر قابل للتفاوض. تعالوا اوريكم الموديل ايضا من الخلف. في حبايبي الموديل من الخلف سادة طبعا بسوستة من المنتصف. بدي أقول لكم من الفستان يا حبايبي تحته يعني قطعة من الجيبون، يعني ما تحتاج أبدا تلبسوا تحتها أي شيء. خلاص حبايبي ديكم كده يعني نفخة في الفستان، ونفخة ما هي كبيرة، يعني نفخة حلوة ما غير مزعجة. خلاص حبايبي تعالوا نشوف المزيد من الموديلات. طيب يا حبايبي نشوف هذا الموديل. هذا الموديل عجبني. شوفي حبايبي تفاصيله. بدي اقول لكم في البداية حبايبي انه القماش المصنع منه هذا الفستان قماش التفتة، وكمان قماش الشيفون في الاكمام. تعالوا نشوف كده. شوفي حبايبي هنا عندنا في قطعة كده، قطعة خارجية حبايبي تتركب بهذا الحزام. شوفي حبايبي هذا الديل قطعة خارجية. خلاص حبايبي ممكن انت تركبيه على الفستان زي كده يديله جمال طبعا وحركة غير، وممكن يعني تفكيها تستغني عنها. خلاص حبايبي تحنا اوريكم هي. كمان عندنا هنا درابيه حبايبي على الجنب، درابيه في منطقة الصدر. الاكمام يا حبايبي اكمام من قماش الشيفون زي ما احنا شايفين. شوف كده جزء منها مفتوح، الكم طويل ومتسع. هنا يا حبايبي السعر 180 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات اللي عندنا لهذا الفستان يا حبايبي مقاسات كبيره. خلاص مقاسات يعني تبدا من لارج الين 4 اكس. خلاص يا حبايبي وسالته قلت له ليش ما في مقاسات صغيره وكذا، قال لي ممكن يتضيق. خلاص يا حبايبي شوفوا هنا التطريز طبعا، تطريز بالخرز المكسر زي ما احنا شايفين. تعالوا اوريكم الموديل ايضا، اوريكم هو من دون هذه القطعه اللي بقول لكم عليها، من دون دي القطعه المثبته بحزام خارجي. اوريكم الموديل. شوفوا كده مفتوح فيه فتحه في نفس الفستان، فتحه للرجل. اوريكم الفستان ايضا من الخلف والالوان متوفره من هذا التصميم. شوفوا حبايبي هذا الفستان من دون القطعة اللي الخارجية اللي قلت لكم عليها. تعالوا أوريكم القطعة الخارجية كده لوحدها. أنت طبعا لك الحرية أنك تستخدميها أو ما تستخدميها، بس هي طبعا تضفي جمال وتسد على دي الفتحة زي ما احنا شايفين. الفتحة هذه لتظهر الساق تغطيها هذه القطعة اللي زي شكل ديل. تعالوا أوريكم هي. طيب شوفي حبايبي هذه هي القطعة، هذه القطعة اللي على شكل ديل كده تتحط على الوسط من جهة الجنب. خلاص حبايبي إذا أنت حبيتي تستخدميها تتسكر بالشكشك. خلاص حبايبي تعالوا أوريكم الفستان أيضا من الخلف. شوفي حبايبي الفستان من الخلف طبعا سادة، ما في غير السوستة في المنتصف. تعالوا أوريكم اللون الآخر متوفر من هذا التصميم. طبعا هذا هو اللون الكحلي، ما باين يمكن فاتح شوية كده في الكاميرا لكن هو لا كحلي غامق. خلاص حبايبي أوريكم اللون الثاني. اللون الثاني المتوفر من هذا التصميم هو اللون الأسود. شو حبايبي اللون الثاني واللون الأسود. خلاص حبايبي أذكركم بالسعر 180 ريال، السعر قابل للتفاوض. المقاسات من لارج إلين 4 إكس. خلاص حبايبي.
طيب يا حبايبي، اخترت لكم هذا الموديل، ايضا موديل مميز، فستان من قماش التل زي ما احنا شايفين باللون لون كده يا حبايبي، ممكن هذا ينقل له غبار الورد. خلاص شوفوا كده، هذه كلها كرانيش فستان من التل. شوفوا حبايبي كل هذه ما شاء الله الكثير من الكرانيش، بس انها ايش يعني، شيء خفيف، شيء ما راح يسمنك. شوفوا قصات، هذه الكسرات اللي على الصدر، قصات درابيه وقصات كروازيه في الصدر. هذا الموديل يا حبايبي سعره 160 ريال، طبعا الاسعار قلت لكم قابل للتفاوض. بالنسبه لهذا الموديل يا حبايبي، هذا الفستان زي ما احنا شايفين من دون اكمام. خلاص بوريكم ايضا الوان اخرى لكن باكمام، وكمان يعني اللي ما ترغب الاكمام ممكن يشيلوه. خلاص يا حبايبي، يعني لو عجبك اللون الالوان الثانيه ما تبغي لكم يشيلوه خلاص. والتعديلات انا سالت قالوا التعديلات يعني مجانا. خلاص يا حبايبي تعالوا اوريكم ايضا فستان من الخلف. الخلف نفس الشيء يا حبايبي، نفس الكرانيش السوسته جايه على الجنب. تعالوا اوريكم الالوان الاخرى المتوفره من نفس هذا التصميم لكن باكمام. ايش رايكم في هذا الفستان؟ لونه مره حلو، لون التيفاني. شوفوا يا حبايبي باكمام، شوفوا كيف حتى الاكمام فيه حركه زي ما احنا شايفين كده بزم حركة. انت لو ما تبغيها ممكن تطلبي منه ويشيلوا الاكمام. خلاص يا حبايبي، بس هو نفس السعر 160 ريال، سعر قابل للتفاوض. تعالوا اوريكم اللون الاخر المتوفر من هذا التصميم. شوفوا يا حبايبي ايضا اللون الثاني نفس التفصيل، بس اللهم عليه اكمام طويلة. خلاص اذا ما تبغيها عادي يشيلوا لك هي. شوفوا يا حبايبي ايش رايكم، اي لون عجبكم؟ انا صراحه عجبني اللون التيفاني. يلا تعالوا نشوف المزيد من الموديلات. طيب يا حبايبي عندنا هذا الفستان، فستان ميدي من قماش التفته. تعالوا نشوف تفاصيله عن قرب. شوف حبايبي بلونين، باللون النيلي واللون البيج. شوفوا كده متسع من الاسفل كلوش، عندنا قصه في الوسط بحزام خارجي، هذه القصه على الصدر زي ما احنا شايفين درابيه. عندنا احبابي هذه الحركه زي اكمام ساقطه كده بكسرات من الجهتين. هذا الموديل يا حبايبي متوفر من 1 إلى 5، يعني من سمول إلين دبل اكس. خلاص حبايبي السعر 220 ريال، سعر قابل للتفاوض. الفستان هذا متوفر باللون هذا فقط. خلاص حبايبي تعالوا اوريكم هو من الخلف ايضا. شوفي حبايبي التصميم من الخلف، سسته كده في المنتصف. اوريكم كده شكل الاكمام، شوفوا هذا شكل الاكمام زي ما احنا شايفين، اكمام ساقطه زي ما احنا شايفين بكسرات. خلاص يا حبايبي. طيب يا حبايبي نشوف هذا الفستان، فستان طويل بدون اكمام زي ما احنا شايفين حبايبي. هذا الفستان الجزء العلوي منه بقماش القطيف عفوا، فالقسم السفلي زي ما احنا شايفين قماش تفته. شوفوا كده، شوفوا هذه القصه اللي تجي فوق الركبة كده، شوفوا تجيكم كلوش يا حبايبي متسع بكسرات زي ما احنا شايفين، بيكون من الخلف هذا الديل أطول من الأمام. خلاص يا حبايبي شوفوا كده أبدا ما في شيء، موديل بسيط جدا من الخلف بسستة. هذا التصميم يا حبايبي سعره 180 ريال، مقاساته من 1 إلى 5. خلاص يا حبايبي تعالوا أوريكم هو من الخلف أيضا. في حبايبي التصميم من الخلف نفس الأمام، سستة في المنتصف. خلاص يا حبايبي بس بدي أوريكم إنه هنا الديل في الخلف أطول من الأمام. طيب يا حبايبي نشوف هذا التصميم أيضا، هذا فستان طويل زي ما إحنا شايفين من الأسفل متسع كلوش. شوفوا يا حبايبي منطقة الصدر قصة درابيه زي ما إحنا شايفين، في قطعة كده تغطي على الأكتاف عبارة عن درابيه، يعني تصميم بسيط ما فيه تطريز ولا شيء. التصميم هنا يا حبايبي سعره 150 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات من 1 إلى 4. تعالوا اوريكم التصميم ايضا عن قرب، وكمان اوريكم هو من الخلف، واوريكم اللون الاسود المتوفر من هذا التصميم. طيب شوفوا يا حبايبي هذا التصميم عن قرب زي ما احنا شايفين، هذا اللون الاسود وريتكم رصاص، هذا اللون الاسود. شوفوا يا حبايبي فستان كده خفيف وظريف. شوفوا هذه القطعة، هذه القطعة اللي تغطي على الأكتاف، شبوكة كده في قصة الصدر.
زي ما احنا شايفين. اوريكم التصميم من الخلف ايضا. شو حبايبي التصميم من الخلف، شوفوا هذه زي ما تقول زي القبة اللي تغطي على الاكتاف، الوسط بي شو اسمه قصة، ومعاه هذه الحركة درابيه، كسرات درابيه. خلاص حبايبي السعر زي ما اقول لكم 150 ريال، ايضا تفاوضوا على الاسعار. طيب يا حبايبي ناخذ بعض النماذج للفساتين القصيره. عندنا ده الفستان، فستان قصير باللون الاسود، تعال نقترب منه كده. طبعا هذا من دون اكمام في حبايبي، من الاسفل متسع كلوش، كمان من الوسط بقصه بكسرات كده، كسرات كالونيه تديله اتساع، تدي الفستان اتساع اكبر. شوفوا الصدر، جزء من الصدر كده مطرز بالكريستالات زي ما احنا شايفين. السوستة حبايبي في الجنب جاية، وطبعا هذا التعليق على الرقبة. هنا حبايبي التصميم هذا سعره 250 ريال. بس حبايبي يعني بيقول لي انه تصميم جديد ومرغوب 250 ريال ايضا، لكن تفاوضوا على السعر، السعر قابل للتفاوض. تعال اوريكم التصميم ايضا من الخلف. طيب شوفي حبايبي هذا التصميم من الخلف، المقاسات سمول وميديوم فقط. خلاص يا حبايبي تعالوا نشوف المزيد من الموديلات القصيرة. طيب يا حبايبي عندنا هذا الفستان، فستان قصير من قماش التفتة، تعالوا نقترب منه ونشوف تفاصيله. متسع من الأسفل، في الوسط قصة كده بكسرات تدي اتساع أكبر للفستان. عندنا هذه الحركة في الصدر يا حبايبي، شوفوا هذه فتحة انت لكن ممكن تسكيها. خلاص يا حبايبي لو عجبكم الفستان تقدروا تصلحوا الأشياء اللي ما ترغبوها. شوفوا هذه الحركة من الصدر، كمان جزء كده يغطي على جزء من الأكتاف، من الذراعين عفوا. هنا هذا التصميم يا حبايبي سعره 150 ريال، سعر قابل للتفاوض. المقاسات من 1 إلى 4. خلاص يا حبايبي الألوان متوفرة من هذا التصميم، اللون الموف اللي قدامنا، كمان ألوان أخرى تعالوا نشوفها، ونشوف التصميم من الخلف أيضا. طيب يا حبايبي هذا اللون الثاني، اللون النيلي زي ما احنا شايفين. شوفوا اللون الثالث قريب من الفوشي كده، تعالوا اوريكم التصميم ايضا من الخلف في حركه كده. شوفوا يا حبايبي التصميم من الخلف، من الاعلى تسكر بهذه الاربطه، عندنا كمان سوسته كده في الجزء السفلي. خلاص يا حبايبي دائما اقول لكم اي شيء مثلا يعجبكم الفستان، وشيء بسيط مثلا ما يعجبكم ممكن تصلح. خلاص يا حبايبي 150 ريال هذا التصميم، والسعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي عندنا هذا التصميم زي ما احنا شايفين، فستان قصير يعتبر في حبايبي بفتحه زي ما احنا شايفين، قصه في المنتصف، كسرات درابيه. عندنا ايضا هذه الحليه، كرانيش حلزونية زي ما احنا شايفين، الفستان بدون اكمام. السعر هنا يا حبايبي 130 ريال، السعر قابل للتفاوض. المقاسات سمول لارج وميديوم. خلاص يا حبايبي سمول ميديوم لارج. تعالوا اوريكم الالوان المتوفره من هذا التصميم. شوفوا يا حبايبي وريتكم اللون الموف، هذا اللون الابيض. طيب يا حبايبي وريتكم اللون الموف والابيض، هذا اللون الزيتي. تعالوا اوريكم ايضا التصميم من الخلف. طيب يا حبايبي شوفوا التصميم من الخلف، تسكر بأربطة، كمان هذه السوستة في الجزء السفلي من الفستان. طيب يا حبايبي معانا هذا الفستان أيضا باللون الأسود، فستان من قماش التفتة زي ما احنا شايفين، من الأسفل متسع، فستان قصير طبعا متسع من الأسفل، من الوسط قصة وكسرات كالونات تدي اتساع أكبر للفستان. شوفوا كمان يا حبايبي الفستان تحته طبقة من الجيبون عشان تدي نفخة كده حلوة مناسبة. عندنا الصدر يا حبايبي كسرات درابيه، محلى ايضا بهذه الاجزاء من الريش. عندنا الكم، كم منتفخ، شوفوا كده بمغاط، كم يعتبر حيران هذا يا حبايبي، كمان عليه تكسير يعطيه انتفاخ اكبر. سعر الفستان هذا يا حبايبي 150 ريال، طبعا السعر قابل للتفاوض. المقاسات مقاسات صغيره يا حبايبي، سمول وميديوم. وريتكم اللون الأسود، عندنا أيضا لون آخر متوفر من هذا التصميم هو اللون الكحلي. خلاص يا حبايبي تعالوا أوريكم أيضا التصميم من الخلف. شو حبايبي التصميم من الخلف طبعا سادة،
سست في المنتصف، بس بدي اوريكم الاكمام الساقطه. شوفوا الاكمام هذه ساقطه، فيها مغاط من الاعلى ومغاط من الاسفل. شوفوا هذه الكسرات بتدي حركه حلوه كده للكم. زي ما احنا شايفين 150 ريال لهذا الموديل، والسعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي، بدي اقول لكم انه محل لفته عندهم رقم للتواصل، تواصلوا معاهم على هذا الرقم الموجود امامكم. هذا كرتهم طبعا، العنوان كامل والرقم. اذا تبغوا شيء عندهم توصيل داخل مكة، عندهم شحن لبقية مدن المملكة. طبعا يا حبايبي التوصيل والشحن على حساب الزبون. خلاص يا حبايبي، سجلوا هذا الرقم عندكم واحتفظوا به. ان شاء الله تكون جولة اليوم عجبتكم في محل لفتة، ان شاء الله تكونوا استمتعتم بهذه الجولة واستفدتوا منها. يا حبايبي لو عجبتكم فيديوهاتي يا ريت تشيروها عشان الكل يستفيد. حطوا لي لايكات كثيرة لو عجبتكم الفيديوهات، لانه اللايك هو اللي يرفع الفيديو ويخلي اليوتيوب يقترح الفيديو على الناس. خلاص يا حبايبي، لو عجبتكم قناتي يا ريت تفعلوا زر الجرس، اضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.